السلام على خاتم الانبياء والمرسلين يا ارحم الراحمين ارحمنا ارحم الجماعه الحاضرين بارك لنا شافنا وعافنا ونزم القران الشفاء والعافيه والرحمه والبركه برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا لهم في هذا المكان يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل المكان هذا مكانا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا بعيدا عنا وعنهم الحسد والنظر وسائر المشاكل والمشكلات. برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين. تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين، خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني. وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آمين. صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين.